بعد الإعلان الذي ظهر على قناة أتي في الليلة تبين مدى فخامة الإنتاج منذ البداية، فحقا سيكون قيامة عثمان في مثل أهمية قيامة أرطغرل. وقد ظهر عثمان وهو يمشي بخطوات ثابتة إلى خيمة سيادة أبيه أرطغرل وجده سليمان شاه، خطوات ملؤها ثبات ويقين وإصرار على بناء اللبنة الأولى للدولة العلية، دولة آل عثمان، مرعبة أوروبا والعالم لأكثر من 6 قرون مضت بعد أول ظهور عليها في ساحات الوغى والقتال. ولكن ينتظر عثمان عمل كبير على الرغم من البساط الذي هيأه له أبوه أرطغرل لإكمال المسيرة المباركة كما شهدنا في المواسم 5 الماضية من قيامة أرطغرل. عثمان سيجد القلاع البيزنطية أمامه والإمارات التركية المتناحرة من خلفه، تلك الإمارات التي نتجت عن تفكك الدولة السلجوقية التي تركناها تلفظ أنفاسها الأخيرة في الحلقة 150 من قيامة أرطغرل بعدما عاث فيها المغول فساداً. هؤلاء المغول الذين لا يمكن أن نراهم مرة أخرى في مثل قوتهم وجبروتهم خلال حلقات قيامة عثمان مثل ما شهدناهم في قيامة أرطغرل، لأن في هذه الحقبة من التاريخ كان بيبرز وقطز بالتحالف مع بركة خان قد ختموا على فرمان نهاية المغول في عين جالوت والأبرستان. وقد أقحم المنتج معهم أرطغرل في هذه الملاحم الحربية للدراما فقط، هذه الملاحم التي مجدها التاريخ إلى اليوم، وقد رأينا ذلك في الحلقات الأخيرة من الجزء 5 من قيامة أرطغرل. عثمان سيكون عدوه بالدرجة الأولى في هذا الجزء، والإمارات التركية التي تريد كل منها أن تحل محل السلاجقة. وقد برزت على رؤوس تلك الإمارات إمارة تضاهي قوتها قوة قبيلة الكاي، إنها وستكون لعثمان متاعب جمة تترتب عن مؤامراتها المتتالية، ما إن يوحد عثمان صفوف الأتراك حتى يلتفت إلى الحدود البيزنطية والتي سيغير عليها، وخاصة قلعة بلاشك التي أتعبت أباه، وبورصة التي تكتسب موقعا استراتيجيا يساعده في الوصول إلى نيقيا عاصمة الروم في هذه الحقبة من سنة 1301 ميلادية. لم يظهر أحد في الإعلان غير عثمان، وهذا الإعلان بمثابة مقدمة فقط يظهر فيها عثمان وهو يسمع وصية أجداده، يسمع وصية أجداده له بضرورة تحقيق النبوءة المباركة لتكوين دولة تتسيد العالم. الإعلان الثاني سيكون أكثر قوة من الأول، إذ سنرى من سيستمر من الوجوه التي شهدناها في قيامة أرطغرل، ومن هي الشخصيات الجديدة. اعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.